مش هنروح لفريق كرة السلة سيدات بيلعبوا هذه الأثناء فاينل المرتبط المباراة الأولى مع سبورتنج. ماتش المرتبط خلص منذ لحظات، خسرنا بنتيجة تقريبا فرق 4 بونت 61-57 على ما أتذكر. لم يحالفنا الحظ، يمكن الستارتنج كان وحش قوي، الشوط الأول خلص 20-5 وده اللي خلى الفريق 53-57 تمام شكرا 53-47 شكرا تمام. ده نتيجة المرتبط. عايز أقول لحضراتكم هو الستارتنج كان وحش شوية، يمكن هم البداية، لأن طبعا دول بنات عندهم 15 سنة أو 14 سنة فلسه ما عندهمش من الخبرات، نزلوا اتخطفوا في الشوط الأول 20-5. طبعا عملنا كامباك جيد، يعني أنت في الثلاث شوط أنت اللي كسبان، الشوط الأول فقط أنت اللي خسران. بيقود طبعا فريق المرتبط الكابتن إسلام علي المدير الفني. نروح للفريق الكبير بقيادة الكابتن طارق خيري المدير الفني، هيلعبوا دلوقتي أو بيلعبوا مباراة الفاينل الأولى مع سبورتنج، إن شاء الله نفوز، لأن الحقيقة احنا عندنا الاهلي وسبورتنج احنا عندنا ازمه. مباراه النهارده في سبورتنج سيدات لازم نفوز، لازم نفوز. طب هتقول لي ليه يا كابتن؟ عشان لا قدر الله لو بكره خسرنا النهارده الفريق الكبير ومرتبط سبورتنج فاز بكره، خلاص هيبقى كده فاز 3 من 4، يبقى ماتش الكبار تحصيل حاصل يوم الثلاث، المباراه الثانيه يوم الثلاث، انا اسف يعني قصدي اقول المباراه القادمه. طب الوضع يكون ايه؟ النهارده لازم تكسب كبار عشان بكره حتى لو خسرت من الصغيرين يبقى عندك مباراة الفاينل هي المباراة الثانية، إنما لا قدر الله لو خسرت النهاردة هيبقى الموضوع ليس بإيدك، هيبقى بإيد البنات المرتبط، وهيبقى شد عصبي قبل المباراة، وهتلاقي بنات السيدات الدرجة الأولى بيتابعوا. ف 23 نتيجة بيبلغونا، شكرا يا جماعة في الكنترول، 23-21 احنا متفوقين فرق باسك. ده الشوط الأول يا جماعة خلص ولا الكوارتر الثاني ابتدى؟ طيب احنا كده ماشيين كويس، ولكن باسكت 4 بونت 5 بونت 10 بونت الكلام ده ولا أي حاجة في الباسكت، بيرجع هوا، بيرجع في ثانيه بالذات في السيدات، ممكن تبقى كسبان 18 بونت وتخسرهم في 3 دقائق. زي الطايره الفولي بول سيدات برضو بيبقى الرالي سريع، بيبقى عندهم السرعه والترددي اعلى كتير جدا من الرجال. اتمنى ان شاء الله التوفيق لكابتن طارق خيري، اتحط تحت ضغط النهارده بعد خساره المرتبط، ولكن هو ده الهدف من المرتبط، ان انت هتبقى مهتم بالنشأ والدرجه الاولى في نفس الوقت. بس ان شاء الله هم قادرون ان هم ان شاء الله يكسبوا النهارده. ونفس الموقف ده تعرضنا عليه مع مباراه سموحه، خسرنا مرتبط وكسبنا كبار، جينا في الماتش التاني كسبنا مرتبط وكسبنا كبار، يعني احنا تعرضنا الموقف ده مع ماتش سموحه كوبي بيست. ان شاء الله كل التوفيق ليهم.